حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد راشد نبيل حمر المحرر المسؤول للصحيفة الإلكترونية في صحيفة الأيام. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة في هذا التوقيت، لا سيما والمنطقة تشهد أحداثا متسارعة؟ أهلا بكم. استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في هذا التوقيت يأتي استكمالا للدور المحوري الهام اللي تقوم به مملكة البحرين بفضل الحكمة وقيادة سيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. عقد القمة العربية في مملكة البحرين هذا التوقيت جدا هام، خصوصا في ظل ما تشهد المنطقة من أحداث متسارعة، فالبحرين تلعب دور رئيسي في مختلف القضايا، مختلف قضايا المنطقة والعالم، ودائما تؤمن بمبدأ الحوار الدبلوماسي وفتح قنوات الاتصال مباشرة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى الحلول السلمية والدائمة لمختلف الأزمات والصراعات في المنطقة وفي العالم. تأتي هذه القمة خلال ظروف استثنائية ربما لم تشهدها المنطقة من قبل، حيث الحرب على غزة وتوسع الصراع في مواجهة والمواجهة الإسرائيلية الإيرانية المباشرة، فعلينا بذل جهود مضاعفة لاحتواء هذه الأزمات وعدم توسع الصراعات إلى دولنا. فالقمة العربية القادمة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ومملكة البحرين ستجمع الأشقاء العرب على هذه الأرض، وهي فرصة للتباحث والتنسيق والخروج وجهة نظر موحدة لمواجهة الصراعات والتحديات، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة الظروف المعقدة وخلق مجالات أرحب لتزخر شعوب المنطقة بالسلام والنماء والازدهار بإذن الله. نعم، أيضا كيف تقرأ دور مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة؟ مملكة البحرين ومن خلال توجيهات سيدي حضرة صاحب جلالة الملك المعظم تقوم بدور نشط في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة. جميعا شهدنا تحركات واتصالات المملكة في الآونة الأخيرة من أجل دعم المواقف العربية وتقريب وجهات النظر للأشقاء العرب في جميع القضايا العربية. في الأسبوع الماضي فقط شهدنا في المنامة عقد اجتماعات صندوق تأمين القدس، تمكين القدس، وزيارة جلالة الملك إلى مختلف رؤساء المنطقة، أبرزها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أكدت على التزام المملكة البحرين في التنسيق والتشاور المستمر بين الأشقاء العرب لما يخدم مصالح الشعوب. وفي الفترة نفسها شهدنا لقاء جلالة الملك بأخيه فخامة الرئيس المصري في القاهرة، والذي أكد على أهمية التنسيق الدبلوماسي لمواجهة النزاعات والصراعات في المنطقة واحتوائها. وقد قام وزير الخارجية مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بتكليف من جلالة الملك أيضا في نفس الفترة بزيارة الرئيس الفلسطيني ليؤكد موقف مملكة البحرين الثابت تجاه مختلف القضايا وبالأخص القضية الفلسطينية، ودعم مملكة البحرين الوصول إلى حل سلمي وعادل بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. مملكة البحرين تسعى دائما للعب دور أشمل من أجل تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول العربية، بما يعكس التزامها بدعم المصالح العربية وتحقيق الازدهار المشترك لنا جميعا. نعم، السيد راشد نبيل الحمر المحرر المسؤول الصحيفة الإلكترونية في صحيفة الأيام، شكرا جزيلا لك.